اسمي صلاح يسري، وزني 110، طولي 152 سنتي، بعاني من سمنة مفرطة والحمل اتأخر بسببها، والدكتور قال لي لازم أخس. حاولت كتير مع الرجيم ما عرفتش، فشلت وشفت دكتور كريم في التلفزيون بالصدفة، وشفت الأوزان الكتير اللي عملها والحالة الصحية، عشان أنا بعاني من روماتيزم على القلب ومشاكل في الكبد. ورحت له وطمني وراحت بحالتي وقف جنبي، وإن شاء الله هعمل عملية قريب تكميم معدة، وأشوفكم قريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا احنا النهارده في مجموعه من العمليات كتيره جدا، في تكميمات، في تحويلات. التحويل او التكميم او التحويل والتكميم او تحويل مسار الاثنى عشر هي من ضمن العمليات التي تهدف الى انقاص الوزن. الحقيقه طبعا استاذه سماح وزنها 108 كيلو، احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 160 كيلو فوق ال 200 كيلو عشان نبتدي نعمل العمليه، لا، احنا طبقا للاعراف الطبيه كلها ان معامل كتل الجسم لو قسمنا طولنا وزننا على طولنا مرتين المفروض يطلع رقم اكتر من 35، ونكون ابتدينا نشتكي من السمنه ساعتها نعمل العمليه. يعني ربما يكون الواحد وزنه 90 كيلو طوله 150 سنتي، ربما يكون واحد وزنه 100 كيلو، فما نستناش بقى لحد ما يبقى وزننا يوصل 200 كيلو. فاحنا النهارده هنوريكم اوزان كتيره جدا وعمليات كتيره، يعني فرايتيز كتيره جدا، لكن احنا ما ننتظرش لحد السمنه ما تتمكن مننا، لحد ما نكون اصبنا بالضغط، اصبنا بالسكر، اصبنا بمشاكل في الانجاب، اصبنا بمشاكل قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى. لكن معظم الاوزان، ويمكن في حاجات كمان يكون اوزان اقل من كده بكتير ويكون عندهم مشاكل في شغلهم، يعني في ناس ممكن تترفد من شغلها او تطلق، يعني يمكن في ناس بتجيلنا كده فعلا عندهم مشاكل اجتماعيه قد تصل الى الطلاق، ومشاكل اجتماعيه قد تصل الى يعني بيت بي بي يعني بي اجتماعيا بيبقى فيه مشكله. عشان كده احنا العمليات انقاص الوزن هي عمليات فعاله بتجرى خلال بمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم او اقل من يوم، يعني اقل من يوم ان شاء الله بتكون يعني في بيتك، بتقعد يومين في البيت وتنزل شغلك عادي، لان هي طبعا عمليات بالمنظار. التكميم المعده من العمليات السهله، هنشوفها دلوقتي في العمليات وبعد العمليات هنطمنكم عليها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن 6 سنتي 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي. وبعد الدباسة ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضه 6 سنتي إلى أن تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5 6 غيرات أو 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم أكبر شوية. الدباسة دي كوفيديان، هما ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برضه بنفس الطريقة، هو ده الدبوس بتاعها برضه 6 سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة، اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. آه
دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط الشاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال بالمنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنة وطولي 152 سنتي. لسه عاملة العملية حالا تكميم معدة مع دكتور كريم صبري، وانا كويسة جدا وتمشيت ودخلت الحمام وكله تمام، واي حد يا حبيب يعمل العملية ما يخافش، ما فيهاش خطورة وكله تمام. وانا بشكر دكتور كريم صبري ان هو وقف جنبي وساعدني ان انا اعمل العملية، ومهما اقول مش هقدر اوصف شكري لدكتور كريم صبري. وزي ما كنا مع بعض النهارده شفنا سماح كانت يعني عملت تكميم معده، هي عمليه سهله بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، هي بقى لها فتره قصيره جدا ما بعد العمليه. انت بقالك قد ايه تقريبا؟ بقى لها ساعتين، المفروض بتتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بتبتدي تشرب، تاني يوم يعني قبل مرور 24 ساعه بتبتدي تروح البيت. احنا بنمشيهم على سوائل وزبادي وجيل وعصير طبيعي بسكر دايت وعصير بيور لمده اسبوع 10 ايام. بعد كده ال 20 يوم بقيه الشهر الاول بنمشي على اكل يعني يفضل ان هو يكون ممضوغ كويس جدا، بنديلهم تعليمات واضحه جدا. ممكن ننزل شغلنا في خلال 3 ايام، يعني بكره تروح بالسلامه البيت يومين اثنين وتنزل شغلها عادي جدا، لو في اي شغل ممكن تسوق ممكن تتحرك ممكن يعني تمارس حياتها الطبيعيه عادي جدا في خلال 3 ايام. عايز اوصل رساله اقول ان عمليات السمنه سواء تكميم المعده زي ما شفت معانا النهارده، او تحويل المسار، او يمكن عمليات اصلاح فشل جراحات السمنه السابقه، كلها جراحات تجرى بالمنظار، هي جراحات امنه،
الريهابيتيشن زي انتم بتشوفين جميل جدا، يعني الامور عاديه جدا، ما فيش فتح جراحي خالص، احنا كل العمليات بتجرى بالمنظار، حتى اصعب الحالات في الاوزان الكبيره زي ما هتشوفوا بعد شويه كل الحاجات دي بتتعمل بالمنظار خلال فترات صغيره جدا قد لا تتعدى الساعه من بدايه البنج لنهايته. الافاقه بعد ساعتين زي ما انتم شايفين الامور سهله جدا، وبنتمنى لكل الناس التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي سماح يسري، عندي 25 سنه، وزني قبل العملية كان 110. في خلال 3 شهور بعد عمل العملية خسيت 25 كيلو، فرقوا معايا كتير في كل حاجة، في شكلي وفي لبسي وفي طريقتي وفي كل حاجة، بقيت أقدر أتحرك، بقيت أقدر أمشي، ومبسوطة جدا بالنتائج دي، ومبسوطة جدا باللي أنا وصلت له. وكان عندي روماتيزم على القلب ما بقيتش أشتكي منه، وروماتيزم على رجلي ما بقيتش أخد البنسلين ولا أي حاجة، وبشكر دكتور كريم ان هو وقف جنبي وغير لي حياتي للاحسن. مساء الخير، مساء الفل، حلقة جديدة وتغير مع يومنا، وعندنا أكتر من فقرة النهاردة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها مع الناس اللي عندهم مشاكل في شعرهم، وطبعا ما أكثرهم، الناس دي كتيرة جدا يا جماعة، يمكن 90% من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي أو بتشوفنا هيكون عندها مشاكل في شعرها أو مرت بمشاكل في شعرها في يوم من الأيام، سواء بقى شعرها بيقع، سواء شعرها خفيف، سواء شعرها ما بيطولش، سواء هايش على طول ومجعد، كل دي مشاكل أكيد بتأثر على الحالة النفسية بشكل كبير جدا. وما فيش شك ان كلنا بنهتم بشعرنا، سواء كن سيدات اكيد بيهتموا بشعرهم، الرجال بيهتموا بشعرهم، المحجبات بيهتموا بشعرهم، غير المحجبات بيهتموا بشعرهم. فاحنا النهارده هنتكلم عن اقوى منتج علاجي تجميلي لعلاج مشاكل الشعر المختلفه. واخيرا بقى في حاجه تعالج المشاكل دي كلها، بسيطه وسهله، مش محتاجه معاناه، مش محتاجه منا مجهود ولا وقت. هنتكلم النهارده عن ساينو ماسي هير مع ضيفتنا العزيزه اللي معانا في فقرتنا دي، دكتوره ان امحاوي، المدير الطبي لساينو ماسي هير. اهلا يا دكتوره ان. اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. يعني الاهتمام بالشعر مش مقتصر على شريحه معينه ولا ناس معينه، ده انت بتلاقي الكل بيهتم والكل بيسال، ومشاكل الشعر كتير جدا جدا، وناس كتير قوي كان نفسها في حاجه تعالج المشاكل دي من غير ما توجع دماغها. يعني في ناس مش فاضيه، في ناس يعني بتحب تستسهل شويه، فاعتقد مفيش اسهل من ساينو ماسي هير ان هم يستخدموه في شعرهم. اكيد عندك حق. صح كده؟ طبعا اكيد. تقولي لنا بقى ايه المشاكل اللي بيعالجها ساينو ماسي هير؟ هو بيعالج كل مشاكل الشعر. انا بديكي برودكت او منتج بيعالج لك كل حاجه، سكوت، بيملى الفراغات ان هو بيطلع بيبي هير، الهيشان، التقصيف، كل حاجه. يعني انا يعني بيطول الشعر، بيغذي الفروه الراس، بيعمل لك كل حاجه انت عايزاها في حاجه بسيطه جدا. سبراي 200 مللي كبير طبعا، كبير وهيكفي، ولا يعني هيقعد معاكوا فتره. وانا بس عايزه اقول على حاجه، ان انت دلوقتي ازاي بتحكمي على المنتج، اي منتج عموما دواء او كذا، بيبقى حاجه اسمها بحكم عليه بالافيكاسي والسيفتي. افيكاسي يعني ايه؟ هو المفعول، مفعوله عامل ازاي، سريع مش سريع، بياخد وقت قد ايه. لا، الافيكاسي بتاعنا ان احنا من اول اسبوع بتبداي تلاحظي ان شعرك ما بيقعش، وده رقم واحد في العلاج. واول حاجه في 6 اكشنز اللي عندنا اللي احنا بنهتم بيه، ستوب هير لوس، يعني انا شعري مش هيقع. بالظبط كده. طيب ايه تاني حاجه؟ ان هو احنا كنا بنتكلم السيفتي. السيفتي بالظبط. السيفتي ان هو امان. طب امان ليه؟ ان انا ما عنديش اي كيميكال كومباوندز، مفيش اي حاجه فيها كيماويات، كلها حاجات طبيعيه. فمش هتيجي تقولي ده انا مثلا حصل لي حساسيه، ده انا لما وقفته شعري وقع.
ودي ميزة، هي ميزة فعلا هايلة جدا بالزبط. لان هو ما فيش المادة، المادة اللي بتوقع الشعر بعد ما توقفي الاستخدام مش موجودة فيه بالظبط، فانت شعرك بيفضل النتيجة مستمرة معاكي بالظبط بالظبط كده. انت بتاخدي نتيجة هايلة، حبيتي ان انت مثلا تريحي شوية، ولو ان انا شايفة يعني الناس خلاص المفروض يبقى لايف ستايل بتاعهم بالظبط، انت اتبسطتي وشعرك بيطول وبيتقل وفي كثافة، ما فيش تقصيف وبتسرحي بسهولة ما بيتقطعش منك. انا ما كملش ليه؟ لازم نهتم ببشرة بشعر، يعني زي ما اهتمينا ورحنا عملنا صبغه وحرقنا شعرنا واخدنا وقت ان احنا بوظنا شعرنا، احنا بنهتم نبوظ الحقيقه. ايوه لازم بقى لازم بقى نهتم ان احنا نبدا نصلح صح، ومن يعني ما نملش يعني لازم نبقى مهتمين. وبعدين هو الموضوع ما فيهوش ملل يا دكتوره ان، ده حاجه سبراي بالليل هنحطه، لو تقولي لهم حتى طريقه الاستخدام بتكون ازاي. هو سبراي حاجه سهله جدا، بترشيه منه على فروه راس جافه من 4 لـ6 بخات يوميا، بتدلكي الشعر كويس قوي فروه الراس. في ناس مثلا بتسالني انا هحط على شعري كله؟ مش شرط تحطي على شعرك كله. ليه؟ احنا بنقول ان فروه الراس دي عامله زي التربه، تربه الارض الزراعيه او الزرعه. انت لما بتيجي تسقي الزرعه بتسقيها التربه بتاعتها بالظبط بالظبط. طيب الأساس. الزرعه كلها بيوصل لها الميه، انا نفس الكلام بالظبط. انا هغذي ده هرشه على شعري، سوري على فروه الراس. اهتميت بفروه الراس والبصيله، شعر مسامي يعني بيشرب، هتلاقي كل شعرك اتغذى من فوق لتحت. فمش شرط ارش على شعري كله. طيب الناس اللي شعرها مجعد، ما هم بيسالوا لو انا شعري مجعد او خشن او هايش، تمام، هل ممكن ان انا مثلا احط منه على شعري كده؟ مفيش اي مشكله خالص طبعا تحطي، لان هو كمان فيه بانثينول وفيه الجليسرين ده ترتيب، والوفيرا بيرطب طبعا، بيعمل ايه؟ ان الشعر بيمتص المكونات دي بتخليه ان هو يحصل له كوتينج، ان هو بيعمل كفر يتغلف، بيبدا يبان ان هو شايني، ان هو بيلمع، ان هو صحي مفيش تقصيف. انت مليتيه بحاجه مقويه ومغذيه، زي ما قلت قبل كده ان انت لو سبتي شعرك ما حطيتيش عليه برودكت علاجي او ما اهتمتيش بيه، هتنزلي اشعه الشمس هتاثر عليه، هتنشفه لانها بتبخر الميه اللي جوه الشعر. طبعا الناس اللي صبغت، الناس اللي فردت، كل الاستعمالات الغلط الخاطئه اللي احنا بنعملها في شعرنا وبنبهدل شعرنا بيه ده، لازم نستعمل معاهم سايلوماست هير عشان نرحمه ونعيد بنائه، نعيد بناء الشعر تاني من اول وجديد. وهي الميزه يا جماعه ان هو بيعالج الفروه، فروه الشعر يعني البصيله. من البصيله دي خاصه بايه؟ بالسقوط والخفيه وعدم الطول بالزبط. والنمو أوه. وكمان المجعد او الخشن او الهايش انت ممكن تستخدميه كده لا زي السيرم يعني على شعرك بالزبط. هيعالج لك برده الموضوع ده، الهيشان والتلف والتقصيف وكل حاجه. طيب السكس اكشنز مكتوبين على العلبه، خلينا طيب. نقولهم للساده المشاهدين اللي هي العلاجات او الوظائف اللي أوكي. بيعملها سايلوماست. اول حاجه ستوب هير لوس اللي احنا قلنا عليها. ستوب هير لوس بايه؟ ان انا عندي ماده او نبات ساو بالميتو، ده بنجيبه من امريكا بنستخلصه، بيتحط في البرودكت ده ان هو بيروح يقفل الانزيم اللي بيهاجم البصيله ان هي تقع. فانت بتديكي يعني بنعمل اكشن قوي جدا في اساس انت كل اللي بيزعجك ايه؟ شعرك بيقع، بتصحي تلاقي شعرك واقع، تبقي منهارة. فاحنا عارفين غلو الشعر ده بالنسبة يعني للمرأة للمرأة وللرجل عامل ازاي؟ ده يعني لا. فأول حاجة احنا بنعملها ستوب هير لوس، ده أول حاجة بنعمله في العلاج. طب تاني حاجة إن احنا ستيموليت هير جروث، ازاي إن احنا بننمي الشعر؟ شعر ينمو ازاي؟ عندي بيوتين وعندي كافيين. بيوتين ده اساس الشعرايه، هو اللي بيكون الكيراتين، الشعرايه بتتكون من حاجه اسمها كيراتين. بيزود لك يعني ده المصنع بتاع الكيراتين. طيب الكيراتين ده بيعمل ايه؟ اولا او البيوتين ده فيتامين بي 7 اولا، بيجدد الخلايا بيخليها تنقسم. عارفه انا هشرح اكتر. عارفه لما تروحي مثلا تقولي انا عايزه اروح البحر واجدد الخلايا والخلايا دي تقع وتموت واعمل الحاجات دي ويطلع خلايا جديده بيبي سكان، نفس الكلام ده بيحصل في الشعر. انا بجدد لك الخلايا بتاعت فروه راسك، هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك شعر صحي مظبوط، هتطلع لك شعر بيلمع، شعر قوي، فروه الراس بتاعتك قويه، بحيث ان البصيله تبقى مكلبشه فيها كده ما تقعش بسهوله طيب دلوقتي الكافيين، الكافيين بيعمل ايه؟ الكافيين بيزود دوره حياه الشعرايه، لانها طبعا هي حاجه حيه، بيزود دوره حياتها 33%. حلو قوي. يعني ما طبعا هي بيجيها دوره حياه يعني بتموت وبتقع أوكي. لا احنا بنزود بنمد في عمرها 33%. الاهم من ده بقى
ان انا البصيله بتاعتي بتبقى اكتف، يعني بتبقى نشطه ل 46% بسبب الكافيين. لما تبقى نشطه ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لك في البصيله الواحده بدل شعرايه باستخدام بالظبط باستخدام ساينوماسي هير هيطلع لك يعني 2 و3. يعني انتوا حاطين فيه كل المكونات، كل المكونات اللي بيحتاجها الشعر اللي ممكن تغذيه، اللي هو ناس بتعمل يعني عمايل وتقعد تحط في مش عارفه ايه وفي وصفات، يعني بصي بيضيعوا وقت رهيب، بيضيعوا وقت بينفعهم الوصفات والحاجات دي مش بالزبط. كلها بتتشرب ولا وبعدين هي الحاجات دي كلها طبيعيه، بس اعتقد انها معالجه، ما هي بشكل طبي. ما طبعا ما انا هقول لك على حاجه، احنا بنحطها بنسب معينه بحيث انها تبقى معالجه. احنا بنشتغل بالنانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي يعني ايه؟ صغرنا الجزيئات وخليناها بيور جدا بحيث لما تيجي تحطيها على فروه راسك بتمتص كويس قوي. طبعا احنا بنحطها ليلا عشان المسامات بتبقى متفتحه فبتاخدي الايفكت اكبر ايفكت عندك. اوكي. فدلوقتي انا خلاص غذيت شعري وعملت كل يعني بعدت عن السشوار وبعدت عن الحاجات دي مؤقتا. طيب او يعني استعملناها. طب لو ما قدرتش ابعد عن الحاجات دي هتحاولي هتلاقي بصراحة شعرك بصراحه انا بستخدمه بس يعني ما تقدريش. بس انا هقول لك على حاجه، لما تيجي تلاقي ان انت شعرك بقى صحي وشعرك بقى بيلمع وحلو انت لوحدك هتقولي لا انا حابه شعري كده مش هحتاج. بالظبط. عارفه هي هوصل لفكره ان انا مش هحتاج بقى. بالظبط. هتعملي كل فتره مش هيبقى بقى، ما انت بقى شعرك مش هايش، شعرك مش تالف، مش مقصر، مش هتعملي ليه؟ ما بقى تروح لكوافير عشان كده. صح. مش هتفرزي شعرك شايفاه. عارفه حتى لو في واحده شعرها مموج شويه كيرلي شويه هتحبه طبعا عشان مش هايش. طبعا. بالظبط. اكيد. فهو يعني انا شايفه ان هو يعني طفره كبيره قوي، يعني هيعمل طفره كبيره فعلا. بالزبط. وكنا محتاجين حاجه زي دي. بس اكيد الناس اللي بتتفرج علينا بتقول طب انا اجيبه ازاي؟ يعني احصل على ساينوماسي هير ازاي؟ هتلاقي الارقام موجوده على الشاشه، هيتصلوا بالمندوبين بتوعنا هيوصل لهم لو جوه القاهره في نفس اليوم، لو خارج القاهره تاني يوم او 24 ساعه يعني. والكول سنتر هيرد عليهم خلال 24 ساعه برضو كلهم يعني موجودين. لو في مثلا حاجه عايزين يسالوها يستفسروا. طيب ساينوماسي هير للرجال وللسيدات كمان؟ بالضبط. يعني عشان ما حدش يقول ان احنا لا ده الرجال بتهتم اكتر بموضوع ده حقيقي. الرجال والمحجبات وكل حاجه وسن 16، البنات من سن 16. يعني انا مثلا هتلاقي جات لي ام سالتني قالت لي انا بنتي هي بتبقى يعني شويه توتر او حاجه نفسيه تبقى قاعده مثلا وهي بتذاكر غصب عنها تروح لافه شعرها على ايديها تروح شده او نقعد نعمل كده بنشيله ونقعد نشد فيه. لا ده في حاجه أسوأ شويه، انها بتشد حاله يعني ما حاله نفسيه بالظبط وهي بتذاكر وهي مش عارفه ايه او التوتر تلاقي بتعمل في شعرها حركه لا اراديه تشد الشعر من البصيله نفسها تلاقي الحته اقرعت او صلعت. لا احنا الام دي تاخد بالها كويس قوي من بنتها وتقول لها لا تخلي بالك. بس اللي بيعالج بقى في ثانيه واللي يخليكي المنقذ زي ما احنا قلنا قبل كده ساينوماسي هير بكل الاكتيف انجريدينتس مع بعض. هو احنا عايز اتكلم برضو على حاجه تانية، الاكتيف انجريدينتس انا بتكلم فيها دي هتنقذ ازاي؟ ان انا حاطه كذا حاجه والمواد الفعاله دي مع بعض بتقويه. يعني معروف ان انت مثلا طب انت هتيجي تقولي لي الوفيرا بيعمل نفس عمل مثلا الروزميري بيعمل مش عارفه ايه طيب انا حطاهم مع بعض مع بعض كلهم بيقويهم. بالظبط. بيعمل افكت اقوى. فدي ميزه فيه. هو انت كل الاكتيف انجريدينتس دي احنا بنستفيد بيها تماما في الشعر. طيب هو في حاجه ممكن بتضايق الناس في منتجات تانية بس انا ما لاحظتهاش في ده، انه لما بيستخدموها بيحسوا ان شعرهم مزيت او مش يعني شكله مش لطيف ان هم يخرجوا بيه وما خلاص بتتركن. بتتركن خلاص. ساينوماسي هير ما فيهوش احساس الاويلي ده. بالظبط. ما احنا راينا حاجه زي دي علشان الاحساس الاويلي ده مزعج جدا بالنسبه لواحده رايحه شغلها. طب انت طب انا استفدت ايه؟ هبقى عايزه اغسل شعري كل يوم. لا احنا عاملينه بحاجه ان هو يبقى تحسي ان هو خفيف جدا على الشعر ما يبانلكيش قوي او يعني ما فيش احساس الاويلي ده تماما. ريحته حلوه جدا. فانت في ناس بتعمل ايه؟ تروح رشه كده بيرفيوم على شعرها وده مضر جدا. ده خطا جدا. انت فكرتي اوعوا تعملوا كده. بالظبط. ما تعملوش كده ابدا. البيرفيوم غلط جدا على الشعر. بالظبط. يعني يعني هو ريحته كويسه مش الواحد مش هيحتاج ما بيحتاجش معاه. هو ريحته حلوه مش كويسه. ريحته حلوه بحيث ان انت بتبقى شعرك ريحته حلوه. يعني انت نازله من بيتك عشان شعر. في ناس بتهتم قوي فعلا بموضوع ان الشعر يبقى ريحته حلوه ده. اكيد. فالبرفيوم اوعي تعمله كده بيدمر الشعر بجد. بالظبط. اذا كان لما بترش على الجلد وتخرجه بيه في الشمس ممكن غلط. يعمل بيحرق بيحرق في الكحول في حاجات كتير غلط ما ينفعش يقول لك رشي من بعيد. فلا يعني غلط جدا. فانا حطيت لك ميزتين ان هو
ريحته حلوه وما فيهوش الملمس الدهني ده خالص. بس بقى ان انا عندي فيتامين اي وسي واي وفيتامين اتش، عندي فيتامينز كتير قوي. ففيتامين اي وسي واي ده انتي اوكسيدنت. الناس ممكن تقول لك يعني ايه مضاد اكسده، هي اقول لك يعني ايه مضاد اكسده. الخلايا بتاعتنا بتتكون فيها اكسجين، فيها اكسجين. طيب جسمنا بيطلع حاجات تهاجم الاكسجين جوه الخليه، وانس انها هاجمته الخليه دي بتضعف وبتموت، والشعر الخلايا بتاعته رقيقه. فانا لما انا اخليكي دايما فروه راسك نظيفه ما فيهاش قش، ما فيهاش بكتيريا، ما فيهاش حكه، ما فيهاش اي حاجه، بلس ان انا بجدد لك الخلايا وما بخليش مثلا لا شعرك صحي، ما بخليهوش ان هو يتعرض انه يبقى فيه تلف. فانا مدياكي كل حاجه في منتج استعماله سهل جدا وبسيط، وما فيش لألم حقن، ما فيش ما بيتعرضش مع الحاجات دي. لا ما بيتعرضش، بس في ناس عندها فوبيا. صح. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، ميزه تانية فيه برضو. انا مثلا لو عملت جلسه بتتعمل اسبوعيا، ده بيتحط يوميا، حاجه سهله قوي. طيب انا ايه المشكله ان انا احطه كل يوم ويبقى على طول ضامنه ان انا شعري متغذي واعمل اللي انا عاوز اعمله برضو؟ بس انت عندك كل يوم تغذي شعرك، واصل له بالزبط كميه غذاء وفيتامينز هايله، يبقى انت كده ضمنتي شعر صحي 100%. دكتوره انا بشكرك على وجودك معايا وبشكركم على ساينو وماسي هير. شكرا ليكي ضيفتي العزيزه دكتوره ان امحاوي. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. زراعة الشعر بقى فيها طفرة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة على مستوى العالم كله، وده من خلال التقنيات الحديثة اللي طرقت على المجال ده. ويمكن كان في بعض البلدان أو ما زال في بعض البلدان بتنال شهرة كبيرة جدا في هذا المجال، زي مثلا تركيا. يعني كتير من الناس تقول أنا رايحة أزرع شعر في تركيا، رايحة أعمل مش عارفة إيه. إحنا دلوقتي بنقول إنه مصر يا جماعة فيها أحدث التقنيات وأحدث الأجهزة اللي تقدر تخليك بدل ما تسافر وتركب طيارة وتقطع تذكرة وتصرف قد كده وتروح بلد تانية علشان تعمل زراعة شعر، لا، اللي موجود هناك موجود هنا
واحسن بكتير من هناك. والحقيقه يعني المركز الطبي عيادات جولد بالتحديد نتائجه هايله جدا في المجال ده، وانا بنفسي شفت النتائج. وعاوزه اقول لكم ان احنا النهارده هيكون معانا مفاجاه، هتكون معانا حاله على الهواء مباشره قبل زراعة الشعر، وهنتابع معاها ونشوف ايه اللي هيحصل في خلال الفترة دي، في خلال الست شهور دول. وعاوز اقول ان زراعة الشعر دي بتغير حياة ناس كتير جدا. يعني انت في خلال ست شهور هتتحول من شخص ما عندوش شعر خالص او بيعاني من مشاكل نفسية بسبب ان هو ما فيش شعر او عنده صلع، لشخص بيتمتع بشعر كثيف جدا، شعر طبيعي جدا، شعر تقدر تتعامل بيه وتواجه الحياة بشكل طبيعي جدا، حتى اصلا الناس مش هتعرف انك انت زرع شعر. هنتكلم النهاردة عن زراعة الشعر وازاي مصر اصبحت من اولى الدول من خلال طبعا المراكز المحترمة اللي فيها في مجال زراعة الشعر، مع ضيفنا العزيز دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الوجه والأنف في المركز الطبي عيادات جولد. أهلا يا دكتور هشام. أهلا بك. أنا سعيدة بالحلقة دي جدا، لأن أنت مش عارف كم الأسئلة اللي بتجيلي عن موضوع زراعة الشعر، وقد إيه ناس مهتمة، وقد إيه ناس عايزة تسافر علشان تروح تعمل زراعة شعر. لا إحنا عندنا هنا أحدث من أي مكان، وعندنا هنا تقنيات هايلة، وعندنا هنا الإيد الحلوة اللي تعمل الزراعة بشكل محترم. فاحنا النهارده هنتكلم عن زراعه الشعر، بس اسمح لي ارحب باستاذ سيد. اهلا بيك استاذ سيد. دكتور هشام، يعني ايه زراعه شعر؟ بصي يا امنا، ببساطه جدا وببساطه شديده، زراعه الشعر هي توزيع للشعر اللي موجود على منطقه الراس كلها. يعني في بعض الناس بيبقى عندهم كثافه قليله في منطقه معينه وكثافه عاليه في منطقه تانية. في بعض الناس بيحصل لهم صلع بيبقى المنطقه كلها ما فيهاش شعر، ما فيهاش بصيلات. فزراعة الشعر ببساطة ان احنا بنوزع الشعر، الكثافة الشعر اللي موجودة في الراس على المناطق اللي فيها كثافة قليلة او ما فيهاش شعر اصلا، عشان ندي شكل جمالي للراس، والشخص يبقى عنده ثقة في نفسه ويقدر يعني يتعامل في الحياة بطريقة طبيعية جدا، ومبيبقاش فيه اي ظهر عليه اي حاجة ان هو زارع شعر ولا اي حاجة. إذن انت بتعيد توزيع الشعر في الراس. بالزبط. يعني بتاخد من الحتت، احنا معروف ان الحتت اللي ورا دي يا جماعه دايما بتبقى غنيه بالشعر او ما بيحصلش فيها صلع بسهوله. بالزبط. على ما اعتقد. بالزبط. يعني مظبوط. هي اقوى منطقه هي منطقه الخلفيه ومنطقه الاجناب، فانت بتاخد من المنطقه الخلفيه وتعيد نشره تاني، بنعيد توزيعه على المناطق الفاضيه. بالظبط. طيب عمليه زراعه الشعر بتقعد كام ساعه تقريبا؟ بصي، هو على حسب طبعا كل حاله بتبقى لها بوقت معين. لو في مثلا واحد عاوز يعمل تكثيف للشعر بيبقى الوقت اقل شويه، لو في صلع كامل بيبقى في وقت اطول. فتقريبا العمليه بتاخد من 6 ل 8 ساعات. من 6 ل 8 ساعات. بس هو طبعا بيبقى من 6 ل 8 ساعات، ده مش العيان نايم متخدر وكده، لا لا. ده هو بنج موضعي. يعني هو فايق وصحيح. هو فايق وبيبقى انتر اكتف معاكي، بيتكلم، بنشوف، بنتكلم مع بعض. ممكن لو هو عاوز يعمل اي حاجه بيعملها، مفيش اي مشكله خالص. احنا بنعمل بندي بنج موضعي وهو يعني هو ما بيحسش باي الم، مفيش اي الم نهائي. لا لا خالص خالص. احنا بنعمل اختبار قبلها، انت حاسس باي الم؟ حاسس بايه؟ لا لا مفيش الم خالص، نسبه الالم 0%. طب انا عاوز ادخل في التكنيك شويه واعرف، انت بتاخد البصيلات نفسها ولا بتاخد الشعر؟ يعني التكنيك بيكون ازاي؟ بتاخد كام شعرايه ولا هو ده بيبقى على حسب المنطقه؟ احنا دلوقتي شغالين بتقنيه الفلوكلر يونت اكستراكشن، اللي هي دي احدث طريقه في العالم في زراعه الشعر، اللي هي تقنيه الاقتطاف. انا باخد من المناطق القويه جدا، ببتدي اخد البصيلات بتاعتي او الجرافتس بتاعتي، ببتدي اجمعها في سائل معين مغذي عشان يديها قوه، وبعد كده بعمل سيلكشن، بختار احسن البصيلات اللي موجوده. باجي على المنطقه اللي هي فاضيه او ما فيهاش شعر، بعمل فيها زي فتحات بسيطه جدا، الفتحه نفسها تقريبا بتبقى ربع ملي بالظبط. ببتدي ازرع شعره بشعره في المنطقه ديت، او جرافت بجرافت. احنا تقريبا بناخد من 2000 ل 3000 جرافت. الجرافت الواحده بتبقى فيها من 2 ل 4 شعرات او 2 ل 4 بصيلات. فعشان كده في ناس بتكتب لك ان احنا حطينا 10000 شعره، 15000 شعره. الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده بيبقى للشو الاعلامي بس. لكن الحقيقه من بيبقى متوسط من 2000 ل 3000 جرافت. الجرافت الواحده فيها من 2 ل 4 بصيلات. فاحنا تقريبا بنزرع يعني في المجمل حوالي 10000. تقريبا يعني بنزرع من 8 ل 10000 شعر.
10,000 شعرايه ده عدد مهول يا جماعه، واعتقد ان هو بيحتاج منكم مجهود طبعاً. شاق عشان تعملوه، بس النتائج بتبقى حلوه. النتائج هايله جدا، والحمد لله احنا في المركز الطبي عيادات جولد حققنا نسبه نجاح عاليه جدا جدا، تتفوق على يعني اماكن تانية مشهوره في الدول اللي انت بتقولي عليها، تركيا وايران والحاجات دي اللي هم مشهورين بالزراعه، لا احنا تفوقنا عليهم في حالات كتيره جدا. احنا كمان ايه ده شغل جامد قوي يا دكتور. بص دي حاله من الحالات، دي حالاتكم، دي حالات المركز الطبي يا جماعه، عيادات جولد الخاصه بزراعه الشعر. يعني هي الصوره بتتكلم عن نفسها، انا اشرح لي بقى. بص ال 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 الشخص ده مواطن مصري عايش في امريكا. اوكي. كان موجود عندنا في رمضان، جه عملنا له عمليه الزراعه اللي على الصوره اللي على اليمين دي، قبل الزراعه. شوفي كان المنطقه الاماميه خالص ما كانش فيها اي شعر خالص بالظبط. الصوره الثانيه ديت دي بعد قد ايه؟ بعد 5 شهور تقريبا. بعد 5 شهور. لان هو طبعا ظروف شغله، فهو بيروح ويجي كل شهرين. فاحنا بنتابع معاه جلسات البلازما بعديها، وبناخد الصور بتاعتنا كل في شهرين. هايله يا دكتور هشام، ولا تقولوا لي تركيا، ولا تقولوا لي مش عارفه فين، اهو المصري البلدي وكل زي ما بيقولوا. بصي يا يعني نتائج هايله بصراحه. الصوره اللي على الشمال ديت هو يبان لك ان في فراغات، بس هي الفراغات دي بتختفي. يعني انا عايز اقول لك ان دي النتيجه بعد 5 شهور، تعتبر نتيجه هايله جدا. طبعا هي نتيجه نهائيه، بتبقى النتيجه النهائيه يوصل ليها بعد قد ايه تقريبا؟ ممكن نوصل من 8 شهور لسنه، بتاخدي كثافه عاليه جدا في الزراعه. يعني الفراغات دي هتختفي تماما في خلال 8 شهور. هتختفي تماما. بس انا شايفه انه في خلال 5 شهور انه يحصل الفرق الشاسع ده فرق هايل بصراحه. هو اصل هو زراعه الشعر ده بتغير حياه انسان كامل، يعني بتغيرها تماما. يعني انت شوفي الصوره كانت قبل وبعد. طب انا عاوزه اشوف الصوره بعد الزراعه على طول مباشره. الشعر بيبقى عامل ازاي؟ يا ريت تجيبوا لي الصوره اللي بعد الزراعه مباشره. بصي طيب. دي بعد شهر. دي بعد شهر من الزراعه. شوفي الكثافه بتاعه الشعر دي كلها هتظهر في النتيجه، في خلال 8 شهور. انت لو لاحظت الصوره اللي بعد 5 شهور لسه في فراغات. مزبوط. لكن ده لسه الشعر ما نماش فيها، ما حصلوش نمو في المنطقه ديت. بعد ما يعدي فتره، لا كل الشعر ده اللي هو على الشمال ده، كل الجرافتات اللي اتزرعت دي هتطلع مره ثانيه، وهتبقى الكثافه يعني كبيره جدا. ومعمول له رسمه، ومعمول له دي بعد شهر يا جماعه من الزراعه. دي بعد شهر من الزراعه. يا الصوره اللي على اليمين الشاشه دي لسه ما كانش في اي حاجه، الصوره اللي على الشمال دي بعد شهر من الزراعه. طيب احنا معانا صور ثانيه، انا عاوزه ممكن ترجعوا لي الصوره ثاني اللي بعد 5 شهور. بصي الصوره دي بقى جامعه الثلاث مراحل مع بعض. ده قبل الزراعه اللي هي على اليمين خالص، ده بعد شهر. الصوره الاخيره دي بعد 5 شهور، وان شاء الله بعد في الجلسه الثانيه من الحقن ان شاء الله بنجيب لكم التحسن، عشان انتوا نفسكم تقارنوا بالصور، يعني بالحقيقه والواقع. يعني دي بعد، دي قبل، دي بعد شهر، دي بعد 5 شهور. انا عاوزه بقى صوره رابعه ان شاء الله. ان شاء الله بعد شهرين ثلاثه من دلوقتي تبدا نشوف الفراغات بقى دي اختفت تماما. اختفت تماما، والنتيجه هتبقى هايله جدا ان شاء الله. طب انا عاوزه اتكلم مع استاذ سيد شويه، واولا انا بشكرك على وجودك معانا، لانه مش كل الناس بتقدر تواجه الكاميرا او تقول تجربتها بشكل واضح يعني قدام الساده المشاهدين. موضوع الصلع، هل هو وراثي عندكم في العيله؟ وراثي يا فندم. مظبوط. يعني عن الوالد وعن الجد يعني لسبب. بس انت اول واحد خدت القرار بقى في موضوع زراعه الشعر ده. اعتقد يعني هم زمان ما كانش عندهم التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. وخصوصا يعني الحمد لله في مصر دلوقتي الدنيا بقت احسن كتير في موضوع زراعه الشعر. وده انا عرفته من الدكتور. وقررت خلاص يعني ان شاء الله، لان انا شكلي دلوقتي ما بقاش كويس. هو يا الفكره يا استاذ سيد ان الموضوع بيكبر، يعني عارف لما الشعر بيخف او ما بيبقاش موجود بيدي سن اكبر من السن الحقيقي. مظبوط. وبعدين كمان بيخلي الواحد، لا انا مش مبسوط بالشكل اللي انا فيه بصراحه. بالظبط. يعني احسن لي يعني ان انا ارجع تاني بشعري زي ما كنت. اكيد اكيد. وانا شعري مش وحش، انا شعري حلو. فانا هيرجع احلى بقى. يا رب يرجع احلى. انت مستعد للعمليه؟ انا عرفت ان هو هيعملها بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو الاستاذ سيد جالنا وكان هو يعني متردد في موضوع الزراعه. احنا لما اتكلمنا معاه وشاف النتائج بتاعتنا. على فكره يا يمنى، احنا عندنا كميات كبيره جدا من الحالات واحنا بنصورها، بس ما نقدرش نعرض الصور بتاعتها. انا هقول لك على حاجه طريفه جدا. انا ليا معارف واصدقاء، فانا كان ليه في حد معرفه فشفته، يعني انا عارفه ان هو يعني ما عندوش شعر. فاتفاجئت بيه ان هو ايه ده، لا الموضوع بقى. فبقول له ايه وانت عملت ايه؟ قال لي انا زرعت شعر. فقلت له فين؟ اتفاجئت ان هو زرعه عندكم.
يعني فعلا النتائج انا نفسي انا ما كنتش اعرف هو زرعه فين. انا اتفاجئت ان هو قال لي انا في المركز الطبي في عيادات جولد، وقعد بقى يقول لي، قلت له لا انا عارفه، انا عارفه هما شغلهم عامل ازاي، بس لما شفت كمان بعيني لا فعلا فعلا والله العظيم مش محتاجين ابدا ان احنا نسافر ونعمل الحاجات دي كلها، كله موجود عندنا يا جماعه. بالعكس انا اللي شجعني كمان واحد صاحبي عمل مع الدكتور هشام وشفت النتيجه. اكيد يعني انت اكيد بعد ما شفت النتيجه اتشجعت. طبعا هو دلوقتي يعني بيقول لي اقرع دلوقتي. فانا طبعا يعني ان شاء الله خلاص يعني احنا هنتابع مع استاذ سعيد وهنتابع معاك وهتكون معانا، يعني استاذنك تكون معانا كده نتابع معاك ان شاء الله. انا حابب ان انا تجربتي الناس تشوفها ويعني بعنيها علشان الناس حتى تتشجع ويعني يعرفوا ان في مصر في حاجه كويسه. بالظبط في بالزبط. شغل كويس بيتعمل جدا من ناس كتير جدا في غير حتى المجالات، في كل المجالات الطبيه والهندسيه الى خير. بالظبط بالظبط، وهي دي الرساله اللي احنا جايين نوجهها النهارده يا جماعه. والله يمكن احنا مش عارفين قدراتنا او مش عارفين امكانياتنا وبنقول لا ده بره مش دلوقتي مجال التجميل بالتحديد وتحديدا في زراعه الشعر، لا احنا بقينا احسن من احسن الدول على مستوى العالم اللي متفوقه بشكل كبير جدا في المجال ده. ومعانا مثال اهو على الشاشه، الصور اللي معانا دلوقتي دي حاله كانت قبل الزراعه، واللي انتوا شايفينها التانية دي بعد 5 شهور من الزراعة، ولسه في مرحلة تانية المفروض انه الشعر يزيد في خلال 8 شهور. الفراغات احنا جبنا الصورة دي حقيقية يومنا، ما عملناش في اي تغيير خالص لان احنا عارفين ان بعد فترة معينة هيبتدي كل الفراغات دي تتملي ومش هيبقى فيها اي فراغ خالص. انا عايز اقولك يعني حتى الناس اللي بتفهم في الزراعة والحاجات دي لما يجي ينقل نبات او شتلة من منطقة لمنطقة، هو لما بينقلها بيكون فيها مثلا اوراق وورد ومش عارف، لما يجي ينقلها في منطقة تانية بعد فترة الورق ده بيقع والورد ده بيقع وبعد كده بياخد الفترة بتاعته لغاية ما ينمو مرة تانية. هو الشعر كده. دي صورة تانية اهي هايلة. يعني بص بقى. دي بقى بعد 6 شهور بقى. دي 6 شهور. دي بعد 6 شهور. شوفي كان شكله عامل ازاي في الصورة اللي على اليمين، تغير تماما. يعني ده واحد حياته اتغيرت تماما مع زراعة الشعر. يعني شايفين زراعة الشعر بتعمل ايه؟ انتوا شايفين هي ممكن تحول الشكل من ازاي لازاي؟ لا فرق شاسع طبعا. فرق شاسع طبعا. هو مش على فكره، هو مش حاجه تجميليه وحاجه، لا ده حاجه عشان تعيش. حاجه عشان يبقى عندك ثقه في نفسك تقدر وتبقى جان كمان زي نجم سينما. يعني هي المشكله بس انه الناس، معظم الناس اللي بتعمل اي تقنيه تجميليه ما بتحبش تظهر او ما بتحبش تقول، فعشان كده انا شكرت استاذ سيد وحييت شجاعته لانه ده كويس جدا. يعني انتوا عارفين قد ايه، يمكن في ناس تقول لنا انتوا ليه ما بتعرضوش صور كتير او ليه ما فيش فيديوهات كتير، لانه ما فيش ناس بترضى تتصور كتير. بالظبط، احنا عندنا حاجات كتيره جدا بس احنا ما فيش حد بيوافق ان هو يتصور بسهوله. الاستاذ سيد مشكورا بصراحه، لما عرضت عليه الفكره هو وافق وكان مبسوط جدا وكان مشجع للفكره ان هو يعرض التجربه بتاعته فروم اي تو زد. احنا هنبتدي النهارده ان احنا هنخطط المنطقه اللي احنا هنزرعها. هنخش يوم العمليه ان شاء الله بكره، هنصور كل الخطوات بتاعه العمليه، بعد العمليه هنظهر الشكل هيبقى عامل ازاي ونمشي معاه مرحله كله بالتصوير وكله. انا هتبنى معاكم الموضوع ده عشان اثبت للناس على مستوى العالم كله ان مصر فيها طب حديث جدا في مجال التجميل وفي كل المجالات، وفيها تقنيات عاليه جدا، وفيها ايدين دكاتره تتلف في حرير زي ما بيقولوا. حتى اشقائنا في الدول العربيه كلهم احنا بنوجه لهم رساله وبنقول لهم تعالوا مصر، مصر فيها تقنيه عاليه جدا وفيها تكنولوجيا عاليه جدا وفيها دكاتره اكفاء جدا في مجال التجميل وفي المجالات المختلفه، واحنا احسن من اي بلد في العالم في اي حاجه، وتركيا وكل الدول واي دوله ممكن تكون بتزرع شعر. بس احنا بقى عاوزين نشوف دلوقتي يا دكتور هشام ازاي هنعمل. بيبقى فيه الاول تحضير صح؟ بصي، هو الاول ساعه العمليه احنا بنحلق شعر بدرجه زيرو، بنبتدي نخطط زي ما انا هوريكي دلوقتي. هو احنا دلوقتي بنبص على خط الشعر الاساسي بتاع الراس. يعني انا شايف ان خط الشعر بدايته من هنا، ببتدي احط المكان اللي انا هبتدي اعمله وابتدي اخطط المنطقه كلها اللي انا همشي عليها. أوكي. دي هيبقى الخط بتاعي اللي انا ماشي عليه اللي هو الهير لاين. انتوا بتبقوا متفقين على الرسمه يا دكتور هشام؟ احنا بنبقى متفقين على الرسمه، بنشوف صور قديمه للشخص ونشوف اللي يناسبه واللي ينفع يتعمل. ولو هو عايز يغير، في حاجات ينفع تتغير وفي حاجات ما ينفعش تتغير. اوكي تمام، ده هيبقى الخط الامامي بتاعه. احنا هنعمل على حاجتين، هنعمل على المنطقه الاماميه دي كلها
دي المنطقة اللي انت هتاخد دي الشعر المنطقة من الفاضية ورا خالص. من المنطقة اللي فيها شعر كثيف بالظبط، وتزرعها في المنطقة دي. واحنا عندنا منطقة تانية كمان هنا في المنطقة ديت. هو دي عنده برضو كمان هتحتاج مش باينة. هتحتاج الى التتقيل برضو. وورا يعني المنطقة اللي فيها شعر ورا دي تستحمل انك تاخد منها كل الكمية. تستحمل، احنا بناخد من المنطقة الخلفية ومن الجناب عشان نزود الكثافة بتاعتنا. طب الشعر ده لما بيتزرع يا دكتور هشام بقى بيتسشور عادي، بيتحط عليه جل، بيتعامل معاه شعره العادي خالص، شعره العادي خالص بيسرحه بيسشوره، عاوز يصبغه مفيش اي مشكله خالص، ده شعره طبيعي. يعني ممكن اطول شعري ده؟ ممكن تطول شعرك. احنا لا بنزرع المنطقه. يعني انت كده استاذ سيد داخل بقى، انت هتطول شعرك بقى نويتها يعني. حقي بقى انا قعدت كتير من غير شعر. فاحنا ان شاء الله هنزرع المنطقه الاماميه ديت، دي ما فيهاش شعر خالص. هنتقل المنطقه الخلفيه ديت، في بعض الجناب برضو هنا ديت هنبتدي برضو نزود لها الكثافه بتاعتها. والمنطقه دي برضو هنزود الكثافه فيها. وان شاء الله هيبقى راضي بالنتيجه كويسه قوي. يعني بتوعدنا في خلال 5 6 شهور هنشوف استاذ سيد شخص مختلف تماما، هيبقى شخص شعره مختلف. هيبقى زي ما كان. واحنا هنتابع، هنتابع كل شهر طبعا معاك. احنا هنتابع العمليه دي كلها خطوه خطوه، ومش هيعرف ان هو لو حد قبله وما شافش العمليه على التلفزيون مش هيعرف ان هو زرع شعره اصلا. لا احنا بقى احنا متبنيين حاله استاذ سيد هنا عندنا في البرنامج، وهنطلعكم على التطورات اول باول. وبكره ان شاء الله هيكون في كاميرا موجوده بتصور العمليه وهنشوف ايه، وهنشوف الحالات كلها تاكيد. هنشوف كل الخطوات بتاعت العمليه، المرحله بتاعت فك الغيار بتاعها بتاعت العمليه هنشوفها، هنشوف المنطقه الراس بيبقى شكلها عامل ازاي بعد الزراعه، هنشوف المنطقه اللي احنا خدنا منها هيبقى باين فيها ولا لا اثار، هنشوف كل حاجه. طيب احنا هنشوف نشوف الحالات تاني بعد اذنكم على الشاشه معانا الخاصه بالمركز الطبي عيادات جولد لزراعه الشعر. دي حالات قبل وبعد يا جماعه، دي قبل خالص ودي بعد 5 شهور. دي قبل اللي على اليمين، دي قبل والشمال دي بعد 5 شهور. وانا برضو عاوز ااكد على الفراغات دي بتختفي مع الوقت تماما، لان المناطق دي فيها بصيلات شعر احنا زارعينها اصلا. بس هو مرحله الزراعه يومنا بتعمل ايه؟ كل اللي احنا زرعناه بيفضل موجود لمده شهر، وبعد الشهر بيبتدي يحصل تساقط للشعر اللي احنا زرع، ويبتدي في مرحلة ثبات، وبعد كده يبتدي يحصل نمو تاني بعد 3 شهور. يعني في خلال 9 شهور ان شاء الله الفراغات دي مش هنشوفها تماما، بتنتهي تماما ويبقى شعره طبيعي جدا ومحدش بيعرف ان هو زارع شعر. طيب دي بعد شهر، دي بعد العملية شهر. على طول الصورة التانية اللي هو على الشمال دي بعد شهر. المفروض ان بعد المرحلة دي بيبتدي يحصل تساقط الشعر، وبعد 3 شهور ما يقلقوش. لا ما يقلقوش خالص. احنا بنقول كل الحاجات دي للعيان بتاعنا قبل ما نبتدي زراعة. انا بفهمه كل الخطوات اللي هتحصل عشان لما يبتدي الشعر يقع ما يقلقش ويتوتر ويفتكر ان العمليه فشلت ولا اي حاجه خالص. لا احنا بنفهمه كل حاجه واحنا قبل ما نعمل العمليه نفسها. طيب انا عاوزه الصوره اللي فيها بقى 3 مراحل بعد اذنكم. دي مرحله اولى، دي اولى، والثانيه بعد شهر اللي هي في النص، وبعد 5 شهور، وان شاء الله بعد ان شاء الله نجيب صوره رابعه، نجيب الصوره الرابعه بعد 9 شهور نشوف النتيجه النهائيه بتاعته ان شاء الله. طيب زراعه الشعر يا دكتور هشام برضو، عشان في سيدات كتير جدا بتعاني من الموضوع ده، وبيبقى في فراغات في شعرها وتلاقيها من هنا شعرها ناحل جدا، وبرضو الموضوع ممكن يبقى وراثي. دي خاصه زراعه الشعر خاصه بالرجال بس ولا ممكن السيدات لا تزرع شعر؟ لا زراعه الشعر رجال ونساء سواء، مفيش اي فرق خالص. بتتعمل للرجال والستات. لا وفي حاجات كمان تانية انا عاوز اقول لك عليها، ان احنا ممكن بنزرع الحواجب. في ناس بتعمل التاتو والحاجات ديت، لا انا بقول لهم ان احنا بنزرع الحواجب بصوره كويسه جدا، بناخد البيبي هير اللي موجود بنزرعه، بيبقى شكله طبيعي جدا، ما فيش فيه اي شكل صناعي ولا اي حاجه، وده بيبقى طبيعي، حاجب الطبيعي. طيب هل في اي اثار جانبيه لزراعه الشعر او اي محاذير؟ مطلقا ما فيش اي اثار جانبيه لزراعه الشعر، ما بيحصلش منها اي مشاكل خالص. المحاذير بقى اللي احنا بنقولها للعيان بعد الزراعه، ان انت ما تمشيش في الشمس فتره طويله في المرحله البدائيه اللي هو في خلال الشهر الاولاني. بعد كده ما تتعرضش لميه مالحه لمده 3 شهور، اللي هو الناس اللي بتنزل البحر والحاجات دي، بس احنا دلوقتي في فتره ما فيش فيها نزول بحر وكده، فدي ما فيش فيها اي مشكله. لكن الميه الطبيعيه عادي جدا، عيش حياتك ما فيش اي مشكله. يبدا ينزل البحر من بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور. بعد 3 شهور بس البول والحاجات دي عادي جدا، ما فيش فيها اي مشكله خالص. طب انا عاوز اعرف ايه الفرق يا دكتور هشام بين عيادات جولد المركز الطبي عندكم فيما يخص زراعه الشعر يعني،
وبين تركيا بالتحديد بما ان هي اكتر دوله واخده شهره في موضوع زراعه الشعر ده. بصي احنا دايما بن بن بنشوف نتيجه العمليه من المنطقه ديت الدايركشن بتاع الشعر اتجاهات الشعر. في بعض الاماكن زي تركيا والحاجات دي انا عاوز اقول لك ان هو بيزرع الشعر بيرصه جنب ورا بعضه ورا بعضه وخلاص، هو بيؤدي مهمه. ليه؟ لان العيان مش هيرجع له تاني، لان عنده ضغط عدد كبير جدا من الحالات فبيخلص عاوز ينجز بسرعه الحالات والعيان كده كده مش هيرجع له تاني. لا احنا عندنا في مركز الطبي عيادات جولد بنتابع الحاله كل فتره. طب بترصوا الشعر؟ بنرص الشعر. عايز اقول لك ان المنطقه ديت احنا بنعمل الدايركشن بتاع الشعر اتجاهات الشعر بصوره طبيعيه جدا لدرجه ان لما يشوفها حد مش هيعرف ان انت زرع نهائيا. انا عاوزاكم تاخدوا بالكم من موضوع الاتجاهات بتاع الشعر ده كويس قوي، لانه فعلا انت ممكن تزرع شعر بس يطلع مش حلو او يطلع منعكش مثلا كده. فانت دلوقتي بتزرع في مكان هو بيهتم حتى باتجاه الشعريه عامل ازاي، فالشعر هيطلع اتجاهه مظبوط ما فيهوش اي شكل مختلف. وكمان المتابعه بعد العمليه دي بتفرق بشكل كبير. طبعا احنا لما بنعمل اي عمليه ولو عمليه قد كده بسيطه قد كده بنبقى عاوزين نتابع مع الدكتور ونعمل، فزراعه الشعر دي محتاجه متابعه. طبعا احنا بنتابع كل شهر الشخص بيجي لنا، انا مش عاوز اقول له مريض، هو مش مريض هو راجل طبيعي بس عاوز يبقى شكله افضل. بيجي لنا كل شهر بناخد حقن بلازما وميزو هير بنزود سرعه نمو الشعر بنفضل متابعينه لمده 6 شهور بنطمن ان هو خد النتيجه المرضيه بتاعته 100%. ده أكيد وده مهم جدا، المتابعة دي يعني كمان بتدعم النتيجة بشكل كبير جدا وبشكل إيجابي جدا. وهنتابع معاك يا أستاذ سيد إن شاء الله. إن شاء الله خطوة هنتابع معاك. هيك تبنيتي في البرنامج الحالة بتاعتي. طيب إحنا عاوزين نعرف، لأنه في ناس كتير برضو بتعرفش تفرق إيه الفرق بين زراعة الشعر والباروكة. في ناس في فرق كبير طبعا. بتلزق باروكة لازم الشعر. زراعة الشعر هو شعرك الطبيعي، يعني واحد بشعره الطبيعي يحلقه يقصه يستشوره يصبغه مفيش فيه اي مشكلة. اما الباروكة لا، دي حاجة فيك، يعني انت حاطط لازق حاجة، الحاجة ديت بتعمل ريحة، بيحصل التهابات في فروة الراس تحتها، لا دي حاجة مش طبيعية، دي حاجة ارتفيشيال متركبة. ففي فرق كبير طبعا في زراعة الشعر ولزق الباروكة. انا بشكرك يا دكتور هشام على وجودك معنا النهارده، وبشكر ضيفي العزيز استاذ سيد. وعايزه اقول لجميع الساده المشاهدين ان مصر متفوقه في مجال التجميل بشكل مذهل، وبالتحديد في مجال زراعه الشعر، لدرجه انها اصبحت بتتفوق كمان دلوقتي على دول كتير زي مثلا تركيا اللي اخذت شهره كبيره في الفتره الاخيره في المجال ده. انا دلوقتي بقول لكم ان مصر فيها تقنيات حديثه جدا، فيها تكنولوجيا حديثه جدا، فيها دكاتره اكفاء جدا في مجال زراعة الشعر. مفيش داعي أبدا أن أنت تسافر لو بتفكر، أنت ممكن تعمل زراعة الشعر هنا. وأنا أؤكد لك أو أؤكد لك أو أؤكد لجميع السادة المشاهدين أنه النتيجة هتكون أفضل بكتير جدا، وإن شاء الله هنتابع النتائج مع حضراتكم، النتائج الخاصة بالمركز الطبي عيادات جولد لزراعة الشعر. وأنا متأكدة أن هي هتنول رضاكم. هنروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندنا فقرة أخيرة، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold
You see anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing, and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يبقى غلطان اللي يفكر ان هو كبر على حاجة معينة، يعني الاهتمام بالنفس ملوش سن معين، السعادة ملهاش سن معين، التفاؤل ملوش سن معين، ويمكن الاهتمام بالنفس بيدي سعادة وبيدي تفاؤل، فما فيش حاجة اسمها احنا كبرنا على ان احنا نهتم بنفسنا، ولا احنا كبرنا عشان نروح نشوف ايه الجديد وندور عليه ونستخدمه ونجيبه، ولا احنا هناخد زماننا وزمن غيرنا، ولا الحاجات دي نسيبها ما فيش الكلام ده خالص خالص. يبقى غلطان اللي يفكر بالشكل ده. السعادة ملهاش سن زي ما أنا قلت، ومن حقك أنك تبقى مبسوط، ومن حقك أنك تبقي راضية عن شكلك في أي عمر وفي أي سن أنت فيه، ومن حقك أنك تبقي واثقة في نفسك، من حقك لما تبصي في المراية تقولي الحمد لله، الحمد لله أنا مبسوطة وراضية جدا عن شكلي، وأنا ما عنديش مشاكل في وشي مثلا أو في بشرتي. بما أنه إحنا في فقرتنا دي هنتكلم عن جمال الجلد وجمال البشرة، في سيدات كتير جدا بتبعت لي بتسالني عن ماسي دورو جولد اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في فقرتنا دي، وبتقول ازاي هو فعلا يقدر يصغر من سن البشره او يدينا شكل اصغر 10 سنين في الشكل. ده اللي هنعرفه النهارده وهنفهم تفاصيله من ضيفتنا العزيزه اللي معانا، دكتوره هند نصير مدير التطوير والابحاث في شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره هند؟ ازيك يا يمنى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. يعني يمكن زي ما انا قلت ما فيش سن معين، يبقى غلطان انه يفكر انه كل ما بيكبر هو بتبدا حقوقه في الحياه تقل. هو طبعا الاهتمام بالنفس ده انا شايفه ان هو المفروض يكون لايف ستايل في حياتك. يعني دايما تلاقي الناس المهتمين بنفسهم ما بيظهرش عليهم السن خالص. لو بداوا بدري تلاقيها مثلا سنها ما تعرفيش، لو قلت لي تديها كام سنه ما اعرفش اقول لك اديها كام سنه. سنها دايما يبان اصغر، شكلها بيبقى منور، مهتميه، حلوه، جميله. يعني انا في ناس كتير بشوفهم وانا ببقى يعني مستغربه لما بشوفها، اقول الله قد ايه فيها حيويه. الحيويه دي مهمه قوي. في ناس على فكره ملامحهم بتبقى جميله جدا بس بيفتقدوا للنضاره بالظبط. فلما تبقى الملامح مسمسمه وصغننه وكده وانت ما عندكيش نضاره، شكلك بيبقى تعبان، شكلك بيبقى عيان، شكلك بيبقى مش ناضر، شكلك بيبقى ايجينج، شكلك اكبر. فانا شايفه ان احنا لما تعملي خطوات يوميه تهتمي فيها بشكلك وبجمالك وبنفسك، دي حاجة حلوة. يعني حاجة المفروض كل بنت وكل امرأة تبقى متبعة الاسلوب ده. انا شايف انه ماسي هيساعدهم كتير. هو ماسي هو الاسلوب ده، هو ده المفروض يكون نمط حياة تستخدميه كل يوم. انت فعليا هتحسي بالفرق ده بعد فترة. وليه بعد فترة؟ لان اي حاجه في الدنيا عشان تشوفي النتيجه بتاعتها على وشك وعلى بشرتك بتبقى محتاجه شويه ان احنا ندرب نفسنا على الاستخدام المظبوط يوميا. يا اما تجيش مثلا واحده تقول لي انا ما امبارح انا ما استخدمتش الكريم. هل هو في طريقه بقى معينه للاستخدام او روتين يومي للاستخدام ماسي؟ انا بستخدم ماسي يوميا صباحا ومساء. دايما اخر حاجه بعد ما بمسح الميك اب بالليل واعمل انضف بشرتي احط بقى ماسي على 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 البشره. لان انت عارفه لما بتنامي بقى وتقومي الصبح وانت حاطه الكريم على بشرتك بتحسي ان انت بشرتك فيها نضاره.
فيها ترطيب زي اللي احنا شايفينه كده. الاستخدام بقى بيكون ازاي؟ زي ما احنا شايفين بيكون من تحت لفوق عكس اتجاه الجاذبيه. يعني من هنا بعدين نطلع على الدقن بعدين نطلع على الخدود وموشن سيركيولر كده دائري شويه. انا بحب اعمل مساج وبعد كده بعدين اطلع على على هنا الجبهة. على الجبهة وبعدين يبقى انا كده وزعت الكريم مظبوط طبعا من عند الرقبة. بنطلع من عند الرقبة. فالتوزيعة دي مهمة جدا وكمان مهم وانتي بترفعي كده الرفعة دي تكوني بتعملي بحركة دائرية مساج. عارفة شوية مساج. يعني على فكرة المساج ده من ضمن الحاجات المهمة جدا لازم اي يعني اي سيده وهي بتضع الكريم تعمل مساج لان المساج ده بي 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 بيقوي او بيدعم بيجري الدوره الدوره الدمويه. برافو كده مظبوط. وبعدين احنا ناس كتير جدا بتقول طب ايه هو ايه المختلف في ماسي؟ ايه اللي يخليه مختلف عن اي منتج تاني؟ وانتوا بتتكلموا بثقه جدا انه اقوى منتج علاجي وتجميلي على اقوى منتج العالم. لان الكريم ده في الكونتنتس والمحتوى اللي فيه والعناصر اللي موجوده عمرك ما هتلاقي كريم فيه اكتر من عنصر زي في ماسي دورو جولد. يعني في ماسي دورو جولد بتلاقي كافيار بتلاقي ذهب 23 قيراط بتلاقي فيه هيلورونيك اسيد بتلاقي فيه كولاجين بتلاقي فيه ارجلين بتلاقي فيه كل المحتويات اللي تخليكي تبقي جميله تبقي نضره. فده انت مش هتشوفيه في كريم تاني. في كل ده كريم انا شايفاه انريتشد ويز كل الفيتامينز والمكونات اللي تخلي اي امراه هي هتصغر 10 سنين لا شك. انت مجمعه الحاجات اللي موجوده. يعني هقول لك مثلا الهيرونيك اسيد انت مجمعه الحاجه اللي موجوده. الهيرونيك اسيد دي هي الماده المالئه اللي بنحقن بيها اللي الناس بتستخدمها في حقن الفيلر فده موجود في ماسي دورو جولد. احنا بنستخدمه علشان خاطر الهيرونيك اسيد الموجود ده بيعزز كمان من ترطيب البشره خارجيا. وفي كمان ماده يمكن من ضمن الحاجات برضو يعني اللي انا عايزه اقولها في ماده اسمها صوديوم هيالورونيت ودي يعني شبيهه للهيرونيك اسيد. والماده دي الجزيئات بتاعتها البارتكلز بتاعتها صغيره جدا فبتقدر انها تخترق البشره وتعمل بايند مع الووتر او مع الميه تحت الجلد فتحافظ على الفوليوم بتعمل فوليوم. فانت لما تيجي انت لو وشك مطفي شويه وتحطي ماسي دورو جولد هيبقى فيه شويه الفوليوم ده احنا محتاجينه. احنا الفوليوم ده انا شايفه ان لو انت مش حابه تبعدي عن انجكشن بقى فيلر وبوتوكس وكده فهيبقى الفوليوم الطبيعي اللي هو نظرا لوجود الرطوبه او الترطيب تحت الجلد. ده من الحاجات الساحره الموجوده في الكريم. الحاجات الخطيره جميله جدا. كمان في ماده شبه البوتوكس هي اكت لايك بوتوكس ودي من المواد برضو المهمه جدا بتشتغل على المسلز الخطوط العضلات. التعبيريه بتاعه العضلات. العضله هنا الفرونتاليس عشان برضو المشاهدين يكونوا عارفين ان هنا دي عضله بتتحرك دي عضله حوالين الفم دي عضلات المسؤول عن الفتح والقفل ده عضلات. فاللاف لاينز بتاعت الابتسامه بتبتدي تظهر للبنات في سن صغير. فنعمل ايه بقى؟ نحط ماسي دورو جولد على انا بحب في المنطقه دي في المنطقه هنا العضله. كل ده الماده اللي هي اكت لايك بوتوكس دي اللي هي الارجلين بتساعد جدا ان الفاين لاينز دي تروح. وده مش انا بقوله كلام بس بسرده لان المواد دي تقري عنها هتلاقي فعلا ده الافكت بتاعها. دكتور اوز نفسه شوفي في امريكا كان بيتكلم على ان الماده دي بديله للبوتوكس لانها بتدي مصر ريلاكس بتعمل ريلاكسيشن للعضلات. فبالتالي هو كمان في 56 عنصر طبعا وكلهم مكتوبين على طبعا 56 على عنصر. انا بس كمان يعني انا بيجي في بالي الحاجات اللي انا بحس ان الكريم اللي ممكن ما نكونش قلناها قبل كده وهي مؤثره جدا. وبعدين انا بحس ان كريم ماسي دورو جولد عارفه 23 قيراط ذهب ده كريم ملكي. كريم ملكي. انا بس بييجوا يقولوا بعد كده انتوا عاملينه للناس الاغنياء بس لا خالص. انا بشوف ماسي دورو جولد
انا بشوف ان احنا بنوصله لاماكن انا يمكن ما كنتش اعرف انها يعني فعلا دول بيهتموا. على فكره المراه المصريه دلوقتي بقت تهتم جدا، وطبعا على المستوى العالم العربي كله، بس انا بتكلم حتى هنا بقوا يهتموا جدا ان انا اخر انا مش عايزه اي فاين لاينز او اي، انا لما بقوم من النوم في حاجه مضايقاني كده ببقى يعني الواحد يعني مزاجه بيبقى مش لطيف خالص، مزاجه بيبقى زفت بيبقى فعلا يعني مش هو. احنا عاوزين بقى نقول السكس اكشنز، نوضح للساده المشاهدين ايه هي المشاكل اللي بيعالجها ماسي دورو جولد. شوفي ماسي دورو جولد طبعا انا هقول السكس اكشنز بتوعه مكتوبين طبعا على العلبه لان دي حاجه اساسيه هو بيعملها. فهو طبعا انتي رينكلز، انتي رينكلز اللي هو ضد التجاعيد. عندك انتي ايج ضد التقدم في العمر، لان كل مكون من المكونات بتاعه ماسي كل مكون بيجيب النتيجة اللي موجودة هنا. تمام. بيجيب النتيجة. عندك ترطيب. عندك وايتنين كمان الذهب. الذهب بقى يا يمنى لانه في بيأثر على صبغة، علميا طبعا بيأثر على صبغة الميلانين الموجودة على بشرتنا. صبغة الميلانين دي لما بتزيد قوي بتبتدي تعمل التصبغات. طب البقع الهالات السوداء، ايوه النمش، الكلف، كل الحاجات دي. فالذهب بيشتغل عليها، بيشتغل عليها سحر. بعد فتره من الاستخدام تلاقي كل توحيد لون البشره والتبييض بيدي بريق الايونات بتاعه الذهب. كمان ايونات الذهب بتحفز الكولاجين ان هو يفضل يحصل له ايه ريموديلنج، يبقى موجود تحت الجلد ما ينقص. المعروف ان انت عارفه الإلاستين والكولاجين دول حاجتين مرتبطين ببعض. الشدة بتاعة الجلد دايما، يعني دايما الشدة دي عشان تبقى موجودة، ليه دايما تلاقي في العشرينات دي مشدودة كده شدة حتى ماسك يعني مشدود جدا. بس دلوقتي على فكرة 30ات و40ات و50ات برضو بتبقى موجودة. لا عادي دلوقتي خلاص، يعني أنا بقى هتكلم دلوقتي. بقت الشدة دي موجودة ليه؟ لأن احنا بنشتغل على عناصر تعمل أنتي إيج، تعمل أنتي رينكل، تعمل نورشنج، تغذية للبشرة، تعمل تبييض، تعمل ترطيب، تعمل فيس ليفتنج، وده مهم قوي، شد البشرة. لان الذهب بيشتغل بيحمي لي الكولاجين والالاستين، فلما احافظ على نسبه الكولاجين والالاستين تحت الجلد هحافظ على الفوليوم ده وما ينقص، ما يبتديش يقل. هو ايه اللي بيطلع التجاعيد؟ انه الكولاجين بينقص تحت الجلد. مظبوط. فاحنا بنستخدم حاجه تعوض نقص الكولاجين اللي بيحصل ده وتدينا كولاجين جديد. مظبوط بالظبط كده. فاحنا بنستخدم الحاجات دي علشان خاطر انا عايزه احافظ على الكولاجين تحت جلدي واحافظ على نسبه الالاستين. خدي بالك نسبه الالاستين دي اول ما تعرفي، انا دايما اشوفها كده وهو بيبقى ده المظبوط. اول ما انا ابتدي احس ان انا لما بضغط على جلدي الضغطه دي بتاخد وقت عشان تطلع او بضغط عليه ما بيرجعش تاني لطبيعته. الالاستيستي المرونه وقعت. انا المرونه دي لما بتقع لا هنا بقى لازم الحق نفسي. طيب احنا في ناس كتير قوي بتقول طب ايه الضمانات؟ يمكن من اكتر الضمانات اللي احنا كل يوم يوميا تقريبا بننزلها عشان التراخيص بتاعت ماسي دورو جولد. طبعا لا الحمد لله التراخيص ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه، مرخص من الاتحاد الاوروبي وحكومات دبي، فدي اكتر من جهه تخلي طبعا الساده المشاهدين ان هم يبقوا عندهم ثقة في المنتج ماسي دورو جولد طبعا. أنا بقصد فدي حاجة أكتر من جهة دي تعمل كمان ترفع من الحمد لله برضو من في علاقة ثقة بين المشاهد أو بين الجمهور أو بين الكاستمر وبين شركة ماسي فارم. الحمد لله يعني برضو دي جت نتيجة، أنا دايما أقول دي تيجي نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا عايزة الكريم ده تستمري عليه فترة، يعني لازم فترة قد إيه يا دكتور؟ نستمر عليه فترة، يعني هو كورس كامل، كورس كامل مدته وأقل إيه؟ حاجة 3 شهور، ده أقل شيء عشان دايما تشوفي نتيجة. نتيجة لأي شيء في الدنيا لازم تديها وقت، ما ينفعش إن أنا أشوف نتيجة سريعة كده، لازم أدي وقت. اساسا الكولاجين بتاع بشرتنا لما تيجي تعرضيه للحراره عشان تعمليه تحفيز، يعني مثلا ده موجود بالمناسبه في الذهب، الذهب بيخلي الدوره الدمويه تتدفق، بيزود البلاد سيركيوليشن او الدوره الدمويه لما بنيجي نعمل الحركات على البشره. فاذا
الذهب من الحاجات المحفزة للدورة الدموية، فيعمل ايه؟ يخلي محتويات الكريم تتشرب بسرعة جوه داخل البشرة. فانا ضمنت كده ان جزيئات الكولاجين، ضمنت ان الهيريك اسيد، ضمنت ان كل المحتويات اللي موجودة دخلت جوه بشرتي واحتفظت بالنضارة. بس برضو الناس بتبقى عاوزة تشوف نتيجة على طول. ما هي النتيجة، ما هو دايما النتيجة، انا دايما اقول النتيجة عشان تشوفيها على طول ده ما فيهاش غير طريق واحد، طبعا الانجكشن. ومع ذلك الناس اللي عاملة، الناس اللي بتعمل فيلر وبتعمل بوتوكس كمان ممكن يعززوا من يعني هو ما بيتعارضش مع حقن البوتوكس خالص. والفيلر كمان الناس دي تعزز من الفيلر والبوتوكس عن طريق انها تحط ماسي دورو جولد علشان يطول المدة او يعزز وجود الكولاجين لفتره والهيرونيك اسيد الماده الموجوده لفتره اطول. فانا شايفه انه ده لا يتعارض خالص، بل بالعكس انت لو عايزه تثبتي النتيجه وتحسنيها تستخدميه. الدكتوره هند، انا عارفه ان انتوا ليكوا فروع كتير في اماكن كتير مش بس في جمهوريه مصر العربيه، والناس تقدر تتواصل معاكوا من جميع دول العالم، مظبوط؟ احنا لينا طبعا الفرع هنا موجود في مصر في القاهره، ماسي فارم ايجيبت ده طبعا موجود هنا. وعندنا ماسي فارم ايطالي وده موجود في ايطاليا طبعا لانه هو ميد ان ايطالي. هو ايطالي الصنع وده موجود في ايطاليا. وعندنا ماسي فارم جولف وده في جبل علي، وقريبا ان شاء الله هيكون عندنا ماسي فارم في امريكا في فلادلفيا. طيب التواصل معاكم بقى بيكون ازاي؟ هل سهل ان هم يحصلوا على ماسي دورو جولد؟ سهل جدا. هم اسهل حاجه ان انت بدل ما انت يبقى في عندك تتصلي بينا مباشره. فاحنا من عندنا طبعا خدمه العملاء على طول بيردوا علشان يسهلوا التواصل مع الناس. وكمان دي حاجه دايركت بقى لينا، طبعا صفحات موجوده على الفيسبوك وارقام التليفونات طبعا انتوا دايما بشوفكم بتنزلوها. ارقام التليفونات موجوده والصفحات كمان موجوده. بس انا حابه اسال قوي لانه في رجال كتير مهتمه بموضوع التجميل برضو والحاجات دي، هل ماسي دورو جولد تأثيره على الرجل نفس التأثير اللي هيديه للسيدة؟ يعني نفس التأثير الحلو ده؟ بقى في منافسة دلوقتي بقى. في منافسة جامدة. بقى في منافسة كمان، الراجل عايز كمان بشرته تبقى مشدودة وعايز يصغر. من حقه. وعايز يصغر 10 سنين. من حقه. هيبقى في منافسة كده. بالظبط. فطبعا هو تأثيره على الرجل كمان بيجيب نتيجة. بعدين دلوقتي بقى على فكرة مؤخرا بقى في رجالة كتير جدا بتهتم جدا انها يعني اتاري موضوع السن ده مش بس مقرق الستات، هو مقرق ستات ورجاله. فكمان الراجل بيحب ان هو يستخدم حاجات علشان ما يبانش عنده الشيخوخه بعد فتره او الجلد بتاعه يحصل له ايجنج. فلا كمان الراجل بيستخدموه، شباب بيستخدموه، في ناس كتير رجاله كتير بتطلب طبعا ماسي لان النتيجه بتاعت 10 سنين دي زي ما هي الست عايزاها كمان بالزبط. الراجل بيبقى عايز يحصل على نفس النتيجه بالظبط. بس هو دايما في احساس مبدئي كده بنحسه لما بنستخدم ماسي. ايوه بحس ان الوش بيحمر. ده الاحساس ده انا عارفاه، الاحساس ده جميل. انت دكتوره هند مدمنه ماسي دورو جولد. انا بحب الاحساس ده جدا. الخدود بتحمر شويه، بتبداي تحسي بتنشيط الدوره الدمويه. يعني هو الواحد بعد كام يوم بيحس ان هو يعني وشه منور شويه او رادد كده شويه. انا الاحساس ده يومنا بحبه جدا بقى ليه؟ لان انا ببقى حاسه في كل مره وانا بحط الكريم على وشي ان الكريم ده بيجيب نتيجه او هيجيب نتيجه. بالزبط. ببقى ضامنه الاحساس الحراره ده. دايما انا كده، انا الاحساس الحراره ده حلو لان لما بترفعي الدوره الدمويه في اي حته البلاد سبلاي مستوى الدم بيعلى في المكان. والدم كمان محمل بالاكسجين والميه. فده بيسرع نتيجه الكريم، وفي نفس الوقت وشي بقى فيه بلومبنج، يبتدي يبقى فيه اللي هي اكنك عامله فيلر. بسيط كده الخلايا تبتدي تبقى تجمع المايه حواليها، فيبتدي في جلو، في نضاره، في فوليوم سنه. فده الاحساس ده حلو. الاحساس ده لما اي واحده تيجي تضع الكريم ده يثبت لها ان الكريم افكتيف ويجيب نتيجه سريعه ان شاء الله.
اكيد والنتائج دي مهمه جدا ان هم يحسوا جداً بيها. طب في ناس كتير بتقول انا بعد ما اوقف استخدام الكريم هل انا المشاكل دي هتطلع لي مره تانية؟ هي بعد ما توقف استخدام الكريم انا شايفه انا ماسي بحس ان هو يعني هو لايف ستايل. انا بعد ما اوقف استخدام الكريم انا هرجع اشتري كريم. انا عن نفسي انا الكريم بحب. تكلمي عن نفسك. انا بتكلم عن نفسي. طب انا اذا كنت انا بقول كده مش انا مش عايزه طبعا ان انا يعني انا انحاز لماسي. انا هقولك ايه. ولكن فردا واحده ماديه مش قادره ان هي تجيبه تاني وهي اشترته مره هو هيوقف لها المشاكل ومبسوطه فعلا جدا بالنتيجه وهينور لها وشها. ما هو هقولك ليه انا قلت لو انت استخدمتيه انت مش هتبطلي توقفيه لانك انت لما تشوفي شكلك اتغير قد ايه بعد فتره هحس ان في حاجه ناقصه. المهم انه شكلي الحلو هيفضل ثابت مش هيرجع. لا شكلي الحلو هيفضل ثابت طبعا بس هرجع تاني. انا بشكرك يا دكتوره هند على وجودك معانا النهارده. ضيفتي العزيزه دكتوره هند نصير. بنقابلكم يوميا 3 عصرا والقعده بتكون 8 صباحا و12 مساء. اي حد عنده سؤال او استفسار يبعته على صفحتي الشخصيه اللي هتبان لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. والحلقات كلها بتكون موجوده على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان. سلام عليكم.